وجهي الخير من الله وحياتها من الليل. والله الحمد لله والشكر رب العالمين، هاي فضل الله. هذا 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 يعني من تاخذه من الارض حتى بصحة وعافية. بالنسبة لي أنا مرات أتمنى أكل بالغداء فجل وخبز. بسم الله، اللهم صل على الله. خير من الله. طشينا هذا بالباجلة وبالهاي، همينا نتونس وهمينا ناخذ لهنا وناكل وننطي. ما شاء الله ما شاء الله، من بركات الله. أبو إسماعيل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بك. هلا أبو أحمد. شنو اللي يدعوك للعمل بالمجال الزراعي؟ والله أبو أحمد حقيقة مثل ما يقول اللي يتعلم على شيء من الصغر يعني يبقى يحبه يعني. نعم. إحنا تعرف أهلنا فلح. إيه. من إحنا ولدنا بدنا. كنا واقعنا فلاحي. إيه وأنت تدري مثل بحياتي، أنا حياة والدي راح من وقت ويعني. الله يرحمه برحمته الواسعة. نعم. فبقيت يعني بالمدرسة وبالزراعة. متولع بيها. نعم. يجي وقت الصيف نزرع خضرة، بالشتاء نزرع الشعير، احنا ما نزرع قبل حنطة وهذا تعرف انت. اي نزرع باجنة. بقت يعني هسه اذا ما ازرع ما ارتاح. وبعدين انت من تزرع وتاكل بالبيت هاي الخضروات، هاي الخضرة، البانية، اللوبيا بالصيف. أي. وهاي هسه المسائل هسه الباجلة والهذا. فهسه مثل هاي المزرعة أنا هي ولو صغيرة. اي لا خير من الله. خير من الله نعمة، شنو صغيرة خير من الله. يعني عائلتي وانطي جيراني والقرايبي، واذا تمكن ابيع من عندها ما بيها شيء. لا لا ما ما ماكو مشكلة. انا حب للزراعة من صغير ومتولع بها، ما اقدر اعوفها يعني حقيقة. وبعدين اعتبرها نشاط بالنسبة لجسمي. نشاط اكيد اكيد نشاط. اذا ما اشتغل ما ارتاح. انت ما شاء الله حتى يعني نشاط مبين بوجهك. هسه هذا مثل هذا الفجل يعني هذا تحوشه. ما شاء الله صلوات على محمد وعلى أيه. محمد مو خير هذا مو خير من الله. خير من الله هذا هاي النعم. خير من الله. نعم نعم الارض الله علينا. أيه. ماكو نعم 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 يا ابو احمد. هاي هي والحمد لله والحمد لله العالمين. ابو اسماعيل نعم، انت تدعي للناس اللي عندهم مثلا مساحات صغيره للعمل في مجال الزراعه، للعمل في مجال تربيه الحيوان. تدري انت يعني الان احنا نمر بضائقه اقتصاديه، ترى يعني هذا نفطنا كله وثروتنا بالعراق وكله ما يكفي للرواتب. والله ابو احمد حقيقه الزراعه تعتبر اقول لك نفط دائم يعني. صح؟ الزراعه صحيح زين. ايه النفط باشر عقبه انتهت شغلته يخلص. بس انت هسه ازرع لك نخله، ازرع لك نخلتين. نعم. تكفيك يمكن الشتاء كله. صح. ازرع لك باجلات، ازرع خضروات، ازرع بصل. يعني هسه مصر. ايه. مصر يقال انه المساحه الهلقد. ايه يعني يسوونها مزرعه. اقول لك فوق السطوح. زين العراقيين زراعه بدون كل واحد عنده 50 دونم و30 دونم و5 دونم و4 دونم. نعم. اذا زرعت لك نص دونم. نعم. وانت مثل ما يقول خليت عائلتك تشبع، هاي هم يفيد اقتصاد البلد يعني شويه زين يعني. نعم. وهاي مساعده لك وعائلتك. شنو كله على السوق على السوق على السوق. نعم. زين انت هسه مثل هسه هذا شفتك اكو يعني هسه هاي بالاخير انت زارع برسيم. نعم. وحشيش شعير. بلي. هذا شو تسوي بيه؟ هذا شنو يقابل همينة؟ لا هذا عندي دواب. اي عندي البقرات مالاتي احش لهن حشيش، عندي حاشوشه او بالمنجل. نعم. اذا بالحاشوشه هم نحطها بكتفي واتونس، احش لي وسيارتي تطبق واحط اودي للهواء. ومن ياكلن هواي شيء طبعا اعتياد راح يدر اللبن اكثر. يعني حليب اقصد. نعم. اي والشعير همينة احش من عنده، والباجله للاكل. نعم. انت هم تدعي الناس للاهتمام بتربية الحيوان وتعتقد أنه مجال مثمر؟ أبو أحمد إذا أقول لك بشغلة جزء أنت تقول لي لا يعني تشذب. شلون أنا بالنسبة إلي هي. بالنسبة إلي أعشق الحلال. زين. عشق يعني أعشقه. ومن آخر من آخر أسد قلت شو أنت عشقه. من آخر هذا الحشيش أروح أقعد قبالهن وقوم أن يأكلهن وخلي يربون ويشوفون الحب مالهن شلون حلو. انا إيه؟ بعدين الحلال اقول لك ينطيك ثمره. هو حلال من اسمه حلال. من اسمه حلال. اي زين انت هسه عندك هاي شيء وصار وراها حولي وبعت الحولي مليون مليون و500 مليون ربع. نعمه. ايش فيها زينه لو مو زينه؟ شلون مو زينه؟ اذا وهي من مخلفات الارض. اذا هو مربح. نعم. والله منطيك حلال ثمره حلال. اي بس يراد مداره. اكيد طبعا. حشيش. أبو.
ابو اسماعيل. نعم. هي اللقمه ما تجي بالهين، ما تجي بالهين. نعم. ها؟ أي ما تجي الا بال 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 أي. بالجهد والتعب. أي. وبعدين هاي العربان ما شاء الله مكان اكو يعني هم المكان زراعه، هم المكان للحيوان، هم اهتم بيه، ولانك انت ما تحتاج، ولان العالم يعني مثل ما يقول خيرها ببيوتها. ابو اسماعيل. نعم. رحمه على ذاك الاب الطيب والديك الله يحفظك. هسه انت ما ملاحظ اكو ناس هم بالقريه؟ نعم. مساحات من الارض عندهم. اي ها مثل ما يقول والي عندهم. نعم. للعمل الزراعي. نعم. بس تلقاه طير دجاج ما عنده هواي، البيضه يروح يشتريها من السوق. اي كاتل العجز بالراحه. شلون كاتلهم العجز بالراحه؟ هذا مثل. اي هو هذا صحيح؟ لا مو صحيح. ها مو صحيح، مو صحيح. هسه انت بطك تقدر تذبها بالنهار. شوف ابو احمد عيني، انا بالنسبه لي يعني هسه الواقع يعني اللي عنده 3 دجاجات بالبيت يقدر يعيش بهن، واللي ياكله بيضه من هاي مال العرب، احنا نسميها مال العرب يعني مالتنا يسمونها دجاج البلد بالوطن العربي، تسوى هاي طبقه بيض من هذا احنا نسميه مصنع يعني تقريبا، ما نقول عليه يعني هو نعم مو مصنع بس ايه يعني بالعباره كله بروتين. اها ايه كله بروتين. نعم. بس هذا بالبيت فشي يعني على الطبيعه طبيعي يعني حتى يقتل لك امراض. من حيث الصحه شلونه؟ من حيث الصحه فول مو بالله. نعم. اي انت توجه اوجه انه العالم خلي مثل ما يقول ترجع على قبل احسن لها. اولا الظرف صعب. اولا السوق صار بغش عافيه يعني المعلبات دمرت الناس بالأمراض كلها. مواد حافظة كلها أبو إسماعيل، مواد حافظة صارت شغلات مسرطنة يا ستار. نعم. الله يشفيك الشار يعني. ايه؟ بس هاي الشغلات الطبيعية أنت مثل شغلة هسه الخضرة. اي الخضرة إذا من السوق أنت شمدرك بها شمار بها بالسوق. صح. شمدرك شدابيلها ما دابيلها، شمدرك ميها منين من هاي البزول من هاي الكذا. اي صحيح. بس هذا إذا مي نهر جاري. ايه؟ ونظيف وتجي تحوشها بيدك وتغسلها حتى لو بس مي. شلون نكهة؟ نكهة لمو نكهة؟ اي نكهة طبيعية. انا حاجة اقول لك نكهة لمو نكهة. شلون مو نكهة طبيعية؟ اي اذا والدجاجة والحيوان يعني مثلا صخلة او ايه؟ او نعجة او هايشة، احنا نقول ما نقول بقرة هايشة بالعبارة مال العرب. زين. ايه ايه يا ابو احمد يا مالت العرب هي وين تلقي؟ والله صحيح. وين يلقي ذاك دهن الحور؟ زين. الف رحمة عليك. اللي قبل بيت عبود اللي قاعد يسوون تمر على دهن الحور وراح نتغدى يومهم. عنبر المشخاب. يا عيني. يا ابو احمد. وتضرب على دهن حر شلونه؟ اي حياة. بس ابو اسماعيل يقولون دهن الحر يضر صدق؟ لا. ها لا ما يضر. ايه ابد. زين مفيد. مفيد جدا ومنشط ومنشط. ها نعم. والكلغان. الكلغان يجي وقت ان شاء الله. الله كريم الله كريم. عين ابو احمد. ابو احمد كلش حلو والله بالله. عاشت ايدك. انا اصورها والله واديزها جماعتي الاصدقاء. خير من الله. ابو اسماعيل على هالاجواء الطبيعيه مو ترد الروح. والله العظيم انا بالله العظيم انحصر بالبيت ماكو هنا اجي ارتاح. ايه؟ نفسيا. بالله العظيم. الله شاهد. يعني هنا تشوف بهالاجواء الطبيعيه ترد الروح يمكن. كلش اتنفس هنا. ها؟ اي انخنق بالبيت حقيقه. صدق. نعم. تدري من الشغل الموتور والمي يجري. ايه. ولازم كركي وعلى كيفي. تقول هي ونسه يعني. شلون مو ونسه؟ الناس مو تدور نزهه. هي هاي النزهه. هاي النزهه. على هالاجواء الطبيعيه. وعلى كيفي ولا جزمه ولا هي. مثل ما يقول تعب على كيفك. مالاتك وهن مثل ما يقول. طبعا احنا منا نبلغ تحيات الشيخ ابو اسماعيل لجميع متابعي قنواتنا الاحبه وندعو كل اخوتنا متابعينا خصوصا اللي يسكنون الارياف اللي عندهم مجال عمي ربوا حيوانات ازرعوا. ترى الوضع الاقتصادي تعبان، احنا نريد كل واحد ينعش نفسه. اذا انت اكتفيت وانا اكتفيت شو يصير؟ اكتفاء ذاتي. يصير اكتفاء ذاتي. نعم. والوطن هم يرتاح والامه تزدهر. وان شاء الله نتمنى ان نكون قد قدمنا مقطع مفيد ونافع ومثمر يعني بجال اخونا ابو اسماعيل. احنا باسم مشاهدي قنواتنا ابو اسماعيل نشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. شكرا لله. شكر لله. شكر يبارك لله. بيك. أنا الله بالخدمه وانا حاضر. اي واحد يستر عليك ويوفق. اي واحد يجي يشوف مزرعتي ويريد ياخذ فجر وياخذ انا حاضر.
يبارك بيك. اهلا وسهلا ابو احمد. زين اللي يريد يسوي له مشروع هنا كشراكه ترهم؟ كل شيء يرهم. يرهم ان شاء الله. يرهم. الله يوفقك. احنا ما نرد واحد. يعفي اخوي لا ما ترد واحد، يبارك بيك، ممنونين جدا. اهلا وسهلا. الله يحفظك.